مشاهدينا صباح الخير واهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج حوار مع الكبار. النهاردة حلقتنا هتكون متنوعة وفقراتها مختلفة. هيكون معانا النهاردة في اول فقرة استاذة ياسمين احمد، اخصائية التخاطب وتعديل السلوك وصعوبات التعلم، ومدربة تي او تي معتمدة من جامعة عين شمس، ومدربة معتمدة من هيئة الاعتماد البريطاني، ومدربة دولية معتمدة بنادي المدربين العرب. كده قلت صح ولا ايه؟ لا صح في حاجات كتير قوي بس هنعرفها بقى مع بعض على مدار الفقره بتاعتنا. ان شاء الله. طبعا انتي منورانا النهارده الله في يبارك، برنامج حوار مع تسلمي الكبار، تسلمي. وفي البدايه عاوزاكي تكلميني عن نفسك وتعرفيني انتي مين وبتدرسي ايه وبتعملي ايه. انا طبعا عرفت ان انتي لسه بتدرسي، يعني لسه بدرس. انا بدرس في رابعه خدمه اجتماعيه، معهد عالي مدينه نصر. بدايتي كانت في المجال، كانت من اول ما دخلت الجامعه، لاني من زمان كان نفسي اكون محاضره. من ساعه ما الثانويه العامه ادتني الظروف اني ما اخشش الكليه اللي انا عايزاني اكون محاضره، فبدات بدايه كده بسيطه من اول الجامعه، مش عارفه يعني ايه المجالات الكورسات اللي تخليني بسرعه اوصل اللي انا عايزاه. دخلت التي او تي وانا مش عارفه اصلا يعني ايه تي او تي، او مش عارفه يعني ايه تدريب مدربين، ومش عارفه الكلام ده كله. هو الاول ما كانش معروف، ولكن دلوقتي لو حد عمل سيرش هيعرف بالظبط المجال ده بيتكلم عن ايه. طيب احنا هناخدها واحده واحده. تمام. انت دلوقتي عرفتينا بنفسك وقلت لنا بداتي من امتى؟ من اولى جامعه، من اولى جامعه، وانت دلوقتي في في رابعه رابعة، جامعه، يعني بقالك 3 سنين تقالي صح 3 سنين. كده؟ طيب عاوزاكي بقى تعرفينا ايه هو مجال التي او تي. تي او تي اصلا هو اختصار لكلمه تريننج اوف ترينر، هو تدريب المدربين ازاي تصبح مدرب ناجح. وفي بعض الناس بتاخد الكورس، مش شرط لازم يكون مدرب ناجح، لا، هو عارف ازاي يعرف ازاي يتكلم بطريقه كويسه، لو راح انترفيو يتعامل بشكل كويس، لو راح ايفنت وقف قدام ناس يعرف ازاي يقف ويعمل حوار والكلام ده كله، بس كالاساس بتاعه ازاي يكون مدرب ناجح. تمام. طيب انا عاوزاكي طبعا، يعني لما عملت سيرش على قد يعني اكيد، فعرفت ان في حاجة اسمها مواصفات المدرب الناجح، يعني مش أو اي حد كده بيدخل في اي لا، حاجة. طيب ايه بقى مش اي حد. مواصفاته؟ يعني اعرف منين ان انا ممكن اكون مدربة ناجحة؟ هو اصلا يعني اي حد بياخد الكورس تي او تي متاح للجميع، ملهوش شروط معينه. بتروح تقدم في الكورس زي اي كورس عادي، وبتبدا انك تدخل في المجال وبتعرفه كويس. كل مكان او كل حد بيدي الكورس بيديه بطريقه مختلفه، في اللي بيديه بشكل محترف على طول اول ما تدخل، في اللي بيديك من البدايه. فاللي بيبدا من البدايه على ما اعتقد هو بيكون افضل وكويس، لانه بيعرف اصلا بدايه التي او تي يعني ايه. المدرب الناجح بيبقى معروف في حاجات كتير. المدرب الناجح بيبقى معروف دايما ان هو بيطور وعنده معرفه، ما بيكتفيش بالمعرفه بتاعته. يعني مثلا لو انا اشتغلت في مكان ما اثبتش في المكان بتاعي، لا، تلاقيني مثلا شغاله في اكتر من مكان، مكان واحد اتنين تلاته اربعه، حتى الاعتماد بتاعي مش هتلاقيني معتمده على اعتماد واحد او هيئه معينه، في كذا مكان بس في في كذا نفس مكان، المجال صح في نفس كده؟ المجال. ولكن كل مكان بيحكمني مثلا، او زي ما بقول كده، هو عايز الفئه اللي قدامي دي محتاجه ايه. يعني انا مثلا لما بدخل ادرب، في فرق بين ان انا بدي فئه شباب وفرق بدي مثلا فئه متخرجين او فئه ماسكين وظايف معينه. فئه الشباب غير فئه المتخرجين. فئه الشباب زي ما انا دخلت كده في اولى جامعه، انا عايز اعرف يعني ايه تي او تي، انا عايز ابدا المجال ازاي. فده برضو من المدرب الناجح، ان هو لما يجي يقف يحاضر او يقف يتكلم، يبقى عارف ازاي الفروق الفرديه بين الناس اللي قدامه. الفئه المتخرجين او فئه الناس اللي ماسكين وظايف، الناس دي لازم اخد كده في طبع خاص. ليه؟ هم عارفين المجال، او ممكن يكون مثلا 60 70% زي ما حياتي كده عملت سيرش مثلا، بس عايز تعرفي بشكل اوسع انا لقيت الموضوع منتشر جدا جدا، يعني. كبير جدا. طيب انت دلوقتي يعني خدتيني في دنيا تانية، نرجع بقى تاني. يعني انا دلوقتي عاوزة اعرف، انت بتقولي ده معناه تدريب المدربين، طيب لازم اكون مدربة في المجال بتاعي ولا اي مجال انا حباه؟ او انا مثلا دراستي كذا فانا عاوزة اتجه لمجال تاني، فممكن ادرس في المجال ده وبعدين ابقى مدربة فيه، هل لا، الكلام ده ينفع صحيح ادخل ولا في ما مجال ينفعش؟ تاني عادي جدا. لو انا خدت التي او تي كان ازاي اعرف اتكلم بشكل كويس، ولغه الجسد بتاعتي عليها عامل كبير، زي ما حضرتك مثلا قاعده بتكلميني دلوقتي، توزيع النظرات، الكلام ده كله، اتجه في مجال تاني عادي وادرسه. يبقى احنا انا كده التي او تي دخلنا في علم النفس بقى. يبقى انا كده التي او تي بتاعي خدني مجال ازاي اعرف اتكلم بشكل كويس واعمل حوار، وانا اتجهت للمجال بتاعي وابدا ناخد فيه الكورس بتاعي عادي زي ما انا. طيب اديني بقى خطوات ازاي ابقى مدربة في مجالي. هو اول حاجه يعني نصيحة، قبل ما حد يدخل الكورس لازم يعمل سيرش عشان يبقى عارف كويس هو داخل في ايه. يعني ما يخشش ياخد الكورس يلاقي نفسه تايه ومش عارف اصلا ايه تي او تي، لان المدرب، في مدربين بيدخلوا ما بيعرفوش يعني ايه تي او تي، في مدربين اول ما بيدخلوا بيعرفوا ازاي تبقى مدرب ناجح والكلام ده كله. فلازم تعمل سيرش. بعد ما يعمل سيرش يبدا ان هو ياخد الكورس.
الكورس متاح في اكتر من مكان، سواء كان مجاني او بمقابل. يبدا ان هو يقرا عنه شويه ويبدا ان يدخل الكورس عشان يطبق الكورس بشكل صح، او عشان يطلع في الاخر مدرب ناجح. لازم الحاجه اللي بياخدها في المحاضره او بياخدها المحاضره يطبقها بشكل فعلي. يعني ايه؟ يعني مثلا اول محاضره خد ازاي يطبق عن المدرب، او خد ازاي يتكلم بشكل كويس. لازم يطبق الموهبه دي، لازم يطبق ازاي يعرف يتكلم، حتى لو هيقف قدام المرايه انا بعرف اتكلم ازاي. خد الحقيبه التدريبيه، الحقيبه التدريبيه دي يعني يعمل ماده علميه، لازم مع نفسه يبدا ان هو يفتح اللاب او ورقه وقلم يعمل ازاي ماده علميه. بعد ما يخلص الكورس هيلاقي معاه مهارات كتير غير كمان اللي خدها من المدرب. بعد ما يخلص مع المدرب هو كده ما بقاش مدرب، او هو كده ما خلاص ما خد التصريح، لا لازم ينزل ولازم يعمل سيشنات حتى لو بدون مقابل. عشان انا بسمع كلام كتير انا اول ما انزل لازم انزل بمقابل، لا لازم تنزل بدون مقابل عشان تتعرف، او بمعنى يعني اصح ايه تتدرب. ينزل بدون مقابل وينزل في بدون مؤسسات مقابل؟ تطوعيه او فرق تطوعيه يعني او تيم. تقصدي اللي هو مثلا يعني هو درس او اجتاز الدوره التدريبيه دي، ينزل يبدا يحاضر يحاضر، فري؟ لان هو كل ده تحت التدريب. يعني مثلا لو حضرتك نزلت مثلا في مناطق فري او بدون مقابل وبدات انك تحاضر وتتكلم، هتلاقي الموضوع مع الممارسه انت بقيت محترف. ولكن لو نزلت في مكان من اول مره ومسمي نفسك انك مدرب محترف، انت وقعت في غلطه كبيره، انك ما عملتش ممارسه، ما عملتش حاجه زي ما نقول كده ايه، مزاوله المهنه. حد يقولك مزاوله المهنه، انت ما عملتهاش بشكل كويس، او ما عملتهاش خطوه 1 2 3 4، لا انت طلعت الخطوه الرابعه، فبالتالي هتلاقي في 3 خطوات مفقودين، فده بيكون غلط كبير. لازم يكون عنده ممارسة كتير للتدريب، حتى لو مع نفسه مع شخصيته هو، يفضل يمارس كتير عشان يقدر ان هو يحاضر بشكل كويس. لان المحاضر لما يجي يقف بيتعرض لمواقف كتير، سواء كان من الناس اللي بيحاضرهم اسئله، اكيد هيتعرض لاسئله كتير، أكيد. فلازم يكون عنده لازم يكون استعداد عنده بقى ان هو يرد ادوات على الحاجه كل دي، حاجه. لازم يكون ملم بالماده العلميه. صح. يعني ما ينفعش مثلا مدرب يجي يخش القاعه التدريبيه يقول لك ايه، احنا النهارده هنتكلم عن اداره الوقت او عن الثقه بالنفس، وتلاقي اصلا هو جاي متاخر عن ميعاده. تمام، لان هو مش عنده تدريب، ما عندوش استعداد، هو جاي خلاص انا هدي المحاضره. بيتكلم على الثقه بالنفس هو واقف متوتر، بيتكلم على الثقه بالنفس هو مش عارف يتكلم، فبالتالي انت بتديهم حاجه هي مش عندك، فانت بالتالي كده انت عملت قله ثقه بينك وبين اللي قدامك. اللي قدامك هيقول ايه، طب هو انا ازاي هستمد منه الثقه وهستمد منه التنظيم وهو مش عارف يديها لي؟ فلازم التدريب المستمر. طب قولي لي بقى يا استاذه ياسمين، هل ده مقتصر على مجالات معينه ولا جميع المجالات؟ يعني انا مثلا سالتك سؤال، قلت لك هل ممكن اكون مدربه في مجالي، فرديتي قلتي اه، بس بنعمل سيرش وبندرس والكلام ده كله. هل كل المجالات، يعني مثلا انا دارسه كذا ممكن اعمل سيرش وممكن ادرس الدوره ومن بعدها اكون مدربه في نفس المجال، هل ده متاح لكل المجالات ولا هي مجالات معينه اللي ممكن يتاخد بيها دوره التي او تي؟ هو مش كل المجالات، يعني في مجالات بتحتاج انك تاخد كورس عشان تفهمها بالظبط. انا يعني مش عارفه السؤال وصل لك او لا. وصل فيك. في مجالات لازم تاخد كورس الاول من غير ما تعمل سيرش عشان تفهمها فعلا، تفهم الحاجه دي بتطبق ازاي. ولكن التي او تي انت قبل ما بتدخل انت بتعمل سيرش عشان تفهم اصلا ايه تي او تي، انت داخل اصلا تعمل ايه. انا في ناس بتيجي تاخد الكورس مثلا تقول لي انا مش عايزه ابقى مدربه، فانا مش بتضايق من الكلمه. لا طب ليه تدريب مدربين؟ يعني هل هو متاح لتدريب المدربين بس ولا لأي حد؟ الأساس تدريب المدربين، الأساس زي كده مثلا المحاضر بتاع الجامعة أو دكتور الجامعة. أساس مثلا لو هو دكتور وخد الكورس ده هيفيده في حاجات كتير جدا، إن هو بيتعامل مع طلبة، بيتعامل مع أسئلة، بيتعامل مع حاجات كتير، بيتعامل مع موقف أكيد محرجة سواء كان محاضر أو دكتور. فهو الأساس المدربين، لكن فيما بعد بقى بيندرج تحتيه لغة الجسد، الفن الحوار، الثقة بالنفس، إدارة الوقت، أساليب الإقناع، كل ده. طيب قولي بقى ايه اهميه التي او تي؟ هل ممكن ياثر في حياه انسان بشكل عام؟ يعني مثلا انا مثلا بدرس حاجه معينه وبعدين حبيت ان انا ادرس فيها فروحت اتدربت، هل ده ليه اهميه؟ يعني ليه زي هقول لك ايه، مش عارفه اوصل لك السؤال. يعني مثلا انا دلوقتي بدرس او بحب حاجه معينه غير دراستي، فانا حابه ابقى مدربه فيها، فجيت اتدربت عنك، هل ده غير ان انا ابقى مدربه هيعود عليا بحاجه تاني ولا لا؟ انا ممكن اعمل ده وزي ما قلتي اقول انا هنزل بمقابل وما انزلش واقعد. هل بقى ليه اهميه في حياتنا حاجه تانية، هيفيدنا في اي حاجه تانية في حياتنا او لا؟ هيفيد في حاجات كتير. لو انا مثلا هنقول مثال، انا مثلا صحفيه، طيب مثلا صحفيه ومجال الشغل بتاعي كويس وتمام وعارفه يعني ايه صحافه وكل حاجه، وعايزه اروح اخد كورس تي او تي، ده مجال مختلف تماما من صحفي لمدرب، ده هيفيدني بايه؟ الصحفي اكيد اساسه ازاي يعرف يتكلم كويس،
او ازاي يعرف يحاور اللي قدامه، او ازاي يعرف يساله الاسئله بشكل كويس، او تمام. لو حتى اللي بيحاوره ساله سؤال محرج يعرف يرد عليه بلباقه، او بمعنى اصح يبقى عنده ثبات انفعالي، لان ممكن بالظبط اللي بتعمله معاه الحوار يستفزك، صح، ما عايز ينهي معاك الحوار باي شكل فبيعمل لك استفزاز. فالتي او تي ده في التدريب بيعملك زي ما عندك ثبات انفعالي. بالظبط ده اللي انا عاوزه اوصله، هو اه بيدي ثبات ثبات انفعالي. انفعالي. طيب انت بقى قلتي لي كمان ان انت اخصائيه تخاطب وتعديل سلوك، اه طبعا احنا برنامجنا بيتابعوا فئه كبيره من الامهات ومن الاطفال، ففي البدايه عاوزاكي تقولي لي، هو سؤال جالنا ازاي اتعامل مع الطفل الشقي؟ بصي، هو الطفل احنا كده الشقي الاول قبل ما تجاوبي احنا نقلنا كده من تي او من تي، تي او تي حابه تضيفي فيه اي للتخاطب، حاجه؟ هو لو ضفت فيه حاجة، هو حاجة مهمة جدا. قولي بقى. آه لو حد خده هيفيده بشكل كبير في حياته الشخصية قبل حياته العملية. آه لو لسه طالب بجد انت هتكتسب مهارات كبيرة جدا ما هتنفعك شاء بعد الله التخرج، ربنا قاعد يخليك. قدامي محاضرة كبيرة ما اه شاء الله. ربنا يخليك، فهيفيدك في حاجات كتيره جدا، فما تستهونش بحاجه زي كده، او ما تستناش بعد التخرج انك تعمل الخطوه دي، لانك انت اصلا هتبقى زي ما اقول كده بين حاجتين، انك عايز تشتغل وبينك عايز تكتسب مهارات. لا اكتسب مهارات وانت بتدرس، فبالتالي هتخط لقى عندك مهارات كتير، وطول ما انت بتنزل تدريب هتكتسب حاجه جديده عن المره اللي قبلها. يعني اول تدريب ليا خالص انا ما كنتش عارفه اتكلم، ولا كنت عارفه اقف، كنت متلجلجه جدا والدنيا كانت ضايعه معايا خالص، كنت زعلانه جدا. تاني مره بقيت اتكلم كويس جدا بس مش عارفه اتحكم في الوقت شويه. تالت مره بقيت اعرف اعمل ماده علميه. رابع مع مره بقيت الممارسة. مع الممارسه، اه وممكن يجي لي محاضرات على غفله. أه مثلا ده دكتور اعتذر او كوتش اعتذر، حياتك اتفضلي ادخلي مكانه، معايا الحقيبه التدريبيه بتاعتي، بطلع منها الحاجه اللي هم عايزينها وبقوم احاضر ومفيش اي مشاكل خالص، سواء كان اونلاين على موقع زوم او اي حاجه، او سواء كان اوفلاين في القاعه التدريبيه. طيب احنا بس عشان فقرتنا قربت تنتهي، عاوزاكي بقى تقولي لي السؤال اللي جالنا، ازاي اتعامل مع الطفل الشقي سريعا؟ الطفل الشقي لازم اعرف الاول هو عنده فرط حركه ولا لا. في اطفال شقيه بدرجه ان احنا ما بنعرفش نسيطر عليهم، فلازم نعرف عند اخصائي تخاطب نروح عنده نعرف هو عنده فرط حركه ولا لا. لو عنده فرط حركه هو بيروح عند الاخصائي، ده هو مش قصه تعبان او حاجه او عنده حاجه، لا هو بيبدا عند الاخصائي، بيبدا يتعامل معاه بحاجات معينه او بالعاب معينه بيطلع طاقته كلها فيها، ففرط الحركه عنده بيقل. وفي اطفال شقيه بطبيعتها، فاحنا ممكن نشغلها بحاجه تانية او حاجه مفيده، بس نوظف الحاجه اللي الطفل محتاجها او نوظف الحاجه اللي الطفل عايزها. يعني الطفل مثلا ما نجيش نوظفه انه يقعد قدام التلفزيون او يقعد قدام واقول هو التليفون، اه المشكله هتتقلب من طفل شقي لطفل توحدي، صح. خلاص هو كده التعامل بتاعه انتهى. فلازم نعرف نفرق بين الشخص الطفل اللي عنده فرط حركه والطفل الشقي بطبعه، ان احنا نوظف الحاجه الشقاوه بتاعته دي في حاجه يطلع طاقته كلها فيها، بعيدا عن التلفزيون والتليفون. بعيدا عن اهم التلفزيون حاجه، والتليفون. اهم حاجه بعيدا عن التلفزيون والتليفون، ولو التلفزيون والتليفون يبقى فيه مراقبه او يبقى فيه متابعه دايما او يكون ليه وقت محدد، عشان ده بعد كده يجي ام عندها طفل عنده 6 أو 7 سنين يقول لك هو عنده توحد، عنده توحد بسبب ان هو عوده على التليفون او التلفزيون وما بيختلطش هو باي حاجه السبب. تانية. انا طبعا بشكرك جدا جدا، وانا استفدت منك كثير جدا وفخوره بيكي، وطبعا كملي وان شاء الله نشوفك حاجه كبيره باذن الله. ان شاء الله. بشكرك جدا جدا استاذه ياسمين احمد، شكرا بشكرك ليكي جدا، نورتينا، وان شاء الله شرفتيني نشوفك في حلقات جايه ان كتير. شاء الله. مشاهدينا انتظرونا بعد الفاصل.